مش دي عروسة البحر يا حميدة يا اختي؟ يا ريتها يا اختي كانت قريص البحر، كانت فتحت نفسي شوية. ربنا يرزقك بابن الحلال. هو فين بس؟ ما انا بقالي اهو 20 سنة وانا مستنياها على الحر من الجمر يا عزيزة يا اختي. كريم، ده لما ربنا يعوز تبص تلاقيه طالع لك من تحت الأرض. مرة يا ربي اسحب الشبكة ويطلع لي فيها راجل. انت مفجوعة رجالة كده ليه؟ مش سنة الله ورسوله. طب ما تعملي يا اختي اعلان في روزاليوس. ما عملت يا حبيبتي ولا نفحت. مقطعة يخرب عقلك. بسم الله الرحمن الرحيم. السمكة الكبيرة راحت فين؟ فين ده ايه؟ ما انت حطاها بايدك يا عزيزة، ما تكونش حداها خطفتها. حداية مين يا اختي؟ ما يقدر عليها الا الشريد القوي. شمشمي كده يا حميدة. وقعت بشر اعمالك. والعمل تعال اديك سمكة يا حرامي. ايه حرامي؟ حرامي والنور كمان. لا ما تسويش على طريق زهر. اوعى انت هات. بقول لك استني شوية. عايزة ايه يا شاطر؟ عايزة سماكتي يا شاطر. هات سماكتك. ليه؟ هي مكتوب عليها اسمك. احنا اللي اصطادناها من البحر. هو يعني البحر ده بتاع ابوكي؟ اوعى تجيب سيرة ابويا على طرف السنة. انت مش عارف احنا ابونا مين؟ هيكون مين يعني؟ احنا اولاد المعلم حنفي شيخ الصيادين. طز. ولما انتوا بنات الشيخ الصيادين مالكم مفجوعين كده على حتة سمكة؟ لا يا اخويا، خدوها بالهنا والشفا. ياخدوها ده ايه؟ هات السمكة يا حرامي. اشمعنى انت اللي مسحوبة من لسانك واختك كلها ذوق وانسانية؟ يا اخويا اسم الله على ذوقك، ده انت كلك شهامة وانسانية. سيبها له يا عزيزة. اسيبها لهم ازاي؟ دي الشوكة فيها خسارة في بدنهم. هات السمكة. لا يا اختي بعد الشر على بدنهم. وبعدين بقى ما تخلونيش استعمل معاكم القوة. بقول وهو ليه بس؟ ما نتفاهم احسن. اوعي هات السمكة. حلو قوي. هو بعدين عن التفاهم بقول لك هات السمكة. تعالوا يا ولد. انتوا اصطادتوا السمكة دي من البحر. واحنا اصطادناها من البر. يا سام، وربنا حل سر البر والبحر. هات السمكة بقول. لا اما الصوص صحيح. شوفي بقى يا بنت انت، احنا لغاية دلوقتي ما غلطناش معاكي. تغلط مين؟ ده انا رميكي تقف في البحر. هات السمكة. لا سيبها لهم يا حسن. طب والنبي لما تنطق ما انا سايبها. سيبها لهم يا حبيبي وخلينا احنا ناس كويسين. طول عمرك كويس ورخيص وابن ناس. يا سلام لو كانت كل الناس زيك. ويا سلام لو كانت كل الناس زيك. يا ست حميده مش وقت عواطف دلوقتي يا حبيبتي. يا اختي سيبيني اتملى بمحاسنه شويه. سيبها لهم بقى عشان خاطرك بس. ايه بسم الهار ان شاء الله. كاكسم مهري بدنك منك له. لا يا اختي بدن وبس، انما بعد الشر على بدن ده. يا جديد يلا يا حميده كفايه العطله اللي تعطلناها. على عيني والنبي يا دي الشاب ده انت جريت الدماء الحاره في شراييني. الله السمكه تاني راحت فين؟ ايه راحت؟ عشان كده سابوا لنا دي. قول لي عمل لك ايه قلبي اللي انت ناسيه. قول لي وانت الغالي عليه قلبي. تصدق باللي خلقك من غير مناسبه. ان ما رجعت السمكه هخلي نهارك اسود. مش وش على الشاب لحسن يتخض يا قلبي. هتمشوا من هنا ولا لا؟ لا مش ماشيين. هتعمل ايه يعني؟ انت باين عليكي ما تجيش الا بالضرب. لو كنت راجل صحيح مد ايدك عليا كده. طب تعالي. اي يا مجرم. انا هبطلك طولة اللسان. يلا يلا على امك انت كمان. يلا اي 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 يا خرابي عدموكوا، انا نازله حالا. وارمى يا حميده، دي فرهده خالص يا عزيزه. ان شاء الله تموت يا رب انت وهو. هذا الشر عنه يا عزيزه، ده كله نخوه ووطنيه. مين هم اللي عدموكوا يا بنات؟ ولدين يا اما ضربونا وسرقوا السمك مننا. يا خرابي لا 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 يا اما، ولد واحد هو اللي ضرب والتاني اللي سرق وبس. ريس حنفي جرى ايه يا ام حميده؟ تعالى يا اخويا الحق بناتك. بناتي؟ مالهن؟ حد اعتدى عليهن؟ اعتدى وبس، دول اتهروا خالص يا حنفي. كلام ايه اللي بتقوليه ده؟ بناتي انا يتهروا وفي حياتي؟ ايه اللي حصل يا بنت انت وهي؟ ولدين يابا ضربونا وسرقوا السمك. لا يابا، ولد واحد هو اللي ضرب والتاني اللي سرق بس. ولا قلتلهمش انتوا بنات مين؟ قلنا لهم زودوا الضرب فينا يابا. يا نهار ابوهم اسود، لازم اذبحهم، اقتلهم، اموتهم واحد واحد. تعالوا ورايا. تعرف يا ابن حميدو؟ ها؟ انا بقيت اضرب في البت اللي اسمها عزيزه دي وقلبي بيتقطع. سلامة قلبك. ليه بقى؟ اصلها عجبتني ان جيت الحق، شجاعه وغلبويه، وانا يعجبني الصنف ده، المدائر المناكب. لا يا عم، انا يعجبني الصنف بتاع حميده، اول نساء في حياتي. يا خبر اسود، اهو جالك الموت يا سارق السمك. زار انت وهو يا تعتدوا على بنات شهر انت وهو. لا 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 يابا، ده ما مدش ايده وضرب، ده سرق بس. سرق وبس؟ كلميه انت بقى يا ام حميده. ازاي يا جدع انت وهو تسرقوا السمك من بناتي يا جدع انت وهو يا جدع؟ الجدع يا اختي، انا مالياش دعوه، المساله بسيطه يا مدام، ندفع لك ثمنها. وما دفعتش ليه من الاول؟ ما هو لو كانوا بناتك كويسين كنا عرفنا نتفق. كويسين غصب حبايه عينك يا حرامي. اتفضل. عاجبك الشتيمه دي يا ريس؟ عيب يا عزيزه، ما يصحش ست تشتم راجل ابدا. يعني ايه؟ يعني انا ما اقدرش اشتمك؟ انتي وحياة شرف ابوكي لو فتحت بقك بكلمه لقطم رقبتي. حنفي. ايوه تعب لي كده، انتي عارفه ان كلمتي مش ممكن تنزل الارض ابدا. حنفي. خلاص هتنزل المره دي. عايزه كام في السمك يا ست ام حميده؟ 100 قرش بدون مناقشه. اتفضلي يا ست، ولا انك تعكري دمك ابدا. بقى سيادتك شيخ الصيادين هنا. إيه. انت ما تعرفش سويسي؟ الريس حنفي انعم واكرم. انعم واكرم ده اسم والدك؟ شايف يابا، اهم ابتدوا يقبحوا. دي مش اباحه يا عزيزه، ده جهل بعيد عنك. اسمك ايه؟ حموده ابن حميدو. وانا اسمي حميده. شايف ما حسن الصدف. وحضرتك؟ انا اسمي حسن. انتوا منين يا اولاد؟ احنا صيادين من رشيد، ضاق بينا الحال جينا السويس. وعندكم مركب تصطادوا بيها؟ لا والله يا ريس حنفي، تعرف لناش مركب تكون كويسه ورخيصه؟ ما تبيع لهم نورماندي يا حنفي. اه بس نورماندي دي تمنها 100 جنيه. ما انت برضه هتكرمنا يا ريس حنفي. عينيا الاتنين، ماليش بركه الا انتم. لكن انا سمعت ان نورماندي دي غرقت في الحرب يا ريس. دكها نورماندي 1، انما دي نورماندي 2. استطيع اشوف العربون دلوقتي عشان نقرا الفاتحه يا سيد حسن؟ ايوه والنبي يابا، نقرا الفاتحه دلوقتي دلوقتي دلوقتي. هنقرا الفاتحه على نورماندي يا بنت اهدي. اهي سرقتك دي اللي بتطفش منك الهدفان. ادي 10 جنيه عربون. هات هات. ايه يا وليه ما تعقلي؟ بقول لك هات ال 10 جنيه يا وليه، بعدين نتحاسب. انت هتجيبهم ولا لا؟ قلت لا لا. والفلوس اللي تخش جيب الاسد لا ممكن تطلع اللي على جدته. حنفي. مفيش حنفي. انا قلت كلمة وانت عارفة ان كلمتي لا ممكن تنزل الارض ابدا. حنفي خلاص هتنزل المرة دي، انما اعملي حسابك المرة الجاية مش ممكن تنزل ابدا. تعالوا يا اولاد عينوا نورماندي. ايه رأيك بقى في اللقطة دي؟ لكن دي بايظة خالص يا ريس حلب. بايظة ايه يا راجل انت؟ ما بايظة الا الشيطان. انت متأكد يا ريس ان المركب دي بتمشي في البحر؟ تمشي في البحر وفي البر وعلى الحيط كمان. انا ليا بركة اللي انتم. لكن يا ريس حنفي لا لكن ولا حيثما. احنا قرينا الفاتحة خلاص والعربون معايا. اتفضلوا بقى نكتب العقد عند البزفندي. البزفندي ده ايه؟ ده سمسار مراكب وقباني ووكيل اعمال وسائط توجيهية، يعني شهر عقاري متجول. اتفضلوا معايا. ده تقاوي راجل ده ولا البدا يا فندم؟ فين يا واد؟ راح لمينا وجاي حالا. طب روح استعجله. حاضر. اتفضلوا. اتفضل يا فندم. اتفضلوا. ايه اليافطه دي؟ ده البدا فندي. ما هو البدا فندي ده ابو النسب. ازاي يعني؟ اصل قريت الفاتحه معاه على عزيزه بنتي. الله، هي عزيزه هتتجوز الباز؟ ليه لا؟ راجل مثقف ومستوعب الاشياء وقاري. وعزيزه موافقه على الحكايه دي؟ ما دام انا موافق مفيش معارضه ابدا. طب ومالهم ما اتجوزوش لغايه دلوقتي ليه؟ والله بقى المدام بتاعتي راسها وقلب صارمه قديمه، لازم حميده الكبيره تتجوز الاول. طيب وحميده الكبيره دي ما اتجوزتش لحد دلوقتي ليه؟ اسمها ونصيب، يا ما جالها عرسان وتيجي في اخر لحظه وتتعقد، لكن انا قلبي حاسس ان العقده هتتفك على ايديكم. بس بقى قوم قوم. البوسطه جت يا ولد؟ لسه بس يا فندم. طب اذا جه حد يسال عني خليه يستناني بره، انا مش هنا خالص. حاضر يا فندم. اهلا ريس حنفي. خير؟ مين دول؟ دول جماعه معارف قديمه من رشيد، بعت لهم نورماندي وجاي لجنبك عشان تكتب لنا العقد. جه يا انت بعت لهم نورماندي؟ خدمه لوجه الله. كمان احب اساعد الشباب الناهض. وخدت منهم دول كام يا ريس حنفي؟ 10 مقدما و15 مؤخرا. صلاة النبي. احسن احسن. معاكم رخصة السيدة الشطار؟ لا والله احنا ضيعناها في رشيد. طب دي فيها مخالفة وغرامة وحبسة واحداها. يلا بينا بلاش نورماندي. يلا بينا بلاش نورماندي. ازاي وانا خلصني زعلكم؟ انا طلع لهم رخصة بس يا فندم. اساميكم. انا اسمي حسن محمود. وانت؟ حميدو السيد ابن حميدو. صلاة النبي احسن. وساكنين فين؟ اكتب عنوانهم عندي انا. ياه، دول يظهر عزاز عندك قوي يا ريس حنفي. يا عم ما تخلصنا بقى، انت سمسار ولا وكيل نيابه؟ دي بيقول ايه الجدع ده يا ريس حنفي؟ حنفك اصله خايف لابو نعناع يبرد. ابو نعناع ده ايه بقى؟ اصل المدام بتاعتي عامله لهم شويه شاي بنعناع. صلاة النبي احسن. ده انتوا دخلتوا في الجد قوي. بتبصموا ولا بتمضوا؟ بنبصم بس بسيط. طب صباعك. تاخد راخر صباعك. مبروك يا حسن افندي. الله يبارك فيك يا حاج افندي. اوان بقى افندي زيه كده خلاص. لا مؤاخذة يا باز افندي، اصل دلوقتي بقينا جمهورية. هات الختم بتاعك. هات. اتفضل. كلمت المدام ولا لسه يا ريس حنفي؟ انا اديتك كلمه راجل وقريت الفاتحه معاك، وانا كلمتي ما تنزلش الارض ابدا. والمدام موافقه والاشياء معدن. طب ومستني ايه؟ اعتبرها دخلت، عزيزه لك وانت لها، بس اصبر عليا همسه حائره. طيب يا ريس حنفي انت بقى مع السلامه، وانا هبعت لكم العقود بعد التسجيل على البيت. مع السلامه يا حبيبي انت وهو. الله يسلمك يا بكبوز يا فندم. اقعد. صلاة النبي أحسن. رازق الدودة في الحجر والطير على الشجر، ترزق حميدة بنت تفيدة، بعريس ابن حلال جميل جمال، إن شاء الله حتى يكون له مثال. هموت بحسرة يما، ذنب في رقبتي، يا عيني عليكي وعلى بختك العكر. أنا عارفة راحوا فين العرسان، زمان وأنا صغيرة كانوا العرسان على قفا من يشيل لحد بختار أبوكي. أنا ما أقدرش أصبر زيادة عن كده، شوفوا لكم حل، الصبر نفد مني خلاص. مالك يا عزيزة يا أختي؟ أنت عارفة إن جوازتك دي تمت هتبقى سبب تعاستي وشقاية؟ يا نصيبتي؟ يعني إيه؟ يعني هفضل طول عمري عايشة لوحدي؟ وحيد ونهان شريك حيران، أبكي وأنوح على هوايا وأضحي قلبي في يوم في يوم في يوم هنايا؟ أنت عارفة إنهم مش عايزين يجوزوني لما تتجوزي أنت؟ أهم دلوقتي هيجوزوني الباز أفندي غصب عني، كويس كده يعني؟ يعني إيه يا عزيزة يا أختي؟ يعني هفضل طول عمري من غير جواز؟ ده حتى مش كويس ابدا على عقل الباطن. مالكوا يا بنات؟ بتتوشوشوا على ايه؟ يما انا عايزه اجل جوازي شويه لحد ما ربنا يوعد عزيزه اختي بابن الحلال. ابن الحلال موجود يا حبيبتي، الباز افندي راجل ابن راجل وعليه كرافته ترد الروح. يما انا ما بقبلوش الكلام ده يا عزيزه. امال عايزه تتجوزي مين؟ عبد الحليم حافظ؟ اخر زمن البنات تنقي عرسانها. يما وانت اللي هتتجوزي ولا انا؟ انا افصل وانت تلبسي، انا اطبخ وانت تاكلي، انا اخطب وانت تتجوزي، فاهمه ولا لا؟ وانت يا حميده شنكليلك واحد من الاتنين دول يلا وخلصينا. انا خلاص يما شنكلت واتشنكلت. مين هو يا حميده؟ احلى واحد فيهم يما ابن حميدو. الف مبروك الف مبروك، البخور اشتغل. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. عواف يا ام حميده. يعافيك يا حنفتي، تعال شوف لك حل مع أست عزيزه. ايه يا عزيزه؟ تعالى المدام ليه؟ يابا انا عندي اموت ولا اتجوزت البازا فندي ده. كلام ايه ده يا عزيزه؟ ده راجل انا نفسي اتمناه. بس يا ريس حنفي ما دام ما بتحبوش مش ضروري تخطبوه على جوازه. وانت مالك يا بارز انت؟ حد خد رايك؟ كده؟ طب حقك عليا، وعلى كل حال الباز ده برقبتك. طب عظم رقبتك منك له. الله يسامحك. سامح. وانت يا حميده ربنا يفك عقدتك انت كمان. ويرزقك بابن الحلال يا حميده يا بنت حنفي. ازيك يا ابن الحلال؟ الله يخليك يا انسه حنفي. الشاي يا عزيزه، الفطير يا حميده. حاضر يما. اوامرك عاوزه اكل. على عيني يما، اموري ولا انفذ يما. يما افتحي له الباب يما. يا حلاوتك يما. اتفضل يا حسن افندي، اتفضلوا. اتفضل. وناويين تسكنوا فين يا شبان؟ والله يا ست ام حميده احنا بعد ما نشرب الشاي هننزل ندور لنا على اوضه ولا حاجه. ودوروا ليه يا ابني؟ احنا عندنا تحت اوضه بحري جنوبي شمالي قبلي. يعني يخشها الشمس والقمر. وتبقوا جنبنا واحنا جنبكم. عايزتوا حاجه بلاقيها فيها محتاجه حاجه محتاجه. انت متاكد ان الاوضه دي كويسه ولا يعني رخره نورماندي تو؟ نورماندي ايه يا سيدنا الافندي؟ بقول لحضرتك دي قصر منيل، دي مصلحه المواني والمناير. حبت تاجرها منا ما رضيناش ابدا. يا سلام، انت ليه ما بتعرفش سويسي؟ ده انتوا حظكم السما اللي وقعتوا في ايدينا. قولوا لهم مبروك يا بنات. على ايه تاني يما؟ اجروا الروف جاردن اللي تحت. يا سلام يما، تقوليش اتخلق لي واتخلقت له. يا بنتي من زفر زفر. زفر؟ هو في اكتر من كده زفر؟ يلا يا بنات انزلوا نضفوا لهم الاوضه. يا سلام، احنا اللي نضفها؟ ليه، هنسكن فيها. يعني ايه هنسكن فيها وسخه؟ اذا كان عاجبك. يلا يا عزيزه يا بنتي، الاوضه وسخه قوي، محدش يسكن فيها بحالتها دي ولا البهايم. الله يخليك يا ريس. يلا يا حميده انزلي مع اختك. يا سلام عليك يا يما، مش تستنى لما ابن حميد يشرب الشاي. كلهم يروحوا الدور. كلنا بتاكل. ما شفتها عيني كويس يا بنت، انت فاهماني الباس بتاعك ولا ايه؟ بشر اذا كنت انت ولا الباس، لكن هتتجوزيه غصب عن عينك. ده بعدك، ده انا اتجوز اللي على مزاجي انا. مزاجك؟ وانت كمان لك مزاج؟ طبعا، والا ما كنتش كرهتك من اول نظره. طب انا بتكرهيني والباس بتكرهيه، امال بتحبي مين؟ مع الاسف لسه ما لقيتش راجل عشان انا احبه. مش معقول. مش معقول ليه؟ هو لازم كل انسان يحب؟ ايوه، كل انسان طبيعي لازم يحب. طب انت بتحب مين؟ بكل اسف لسه ما لقيتش بنت مؤدبه اقدر احبها. انت يا قليل الادب. طب وانت زعلت ليه؟ عشان انت بتقول كلام يزعل اهو. طب ما تزعليش، حقك عليا. انا صحيح ما حبيتش لغايه دلوقتي، لكن لو لقيت واحده حلوه ولسانها طويل حبتين يمكن احبها، ومش بعيد ابدا اني اموت فيها، ويجوز كمان اني اهبطها. وكمان بتمد ايدك عليا. انت هتنضفي الاوضه ورجلي فوق رقبتك. عايز اشتغل تشتغل معايا، انا مش خدامه ابوك. ابويا؟ ايه حاجه غريبه دي؟ ايه ده؟ اي ما تفتح انت كمان، انتوا كده بتعملوا مصيبه. يا سيدي ايه؟ طول بالك على الجدع، مش خاطر خير اللي بيساعدنا. ايه وقعتوا ليه؟ عارف يا اخي، ما تعمل النيله دي منين؟ انا مش عارف. تخبط ايه ده؟ امسك معايا، امسك معايا. خد ايدك يا معلم، عمرك ما يكفي حد. ايدك مين يا اخي؟ ما تيجي تخلصنا من النيله دي. مدام ايده قد يا بحميد، مش حلوه وجوه. طلعني يا ابن حميد. ايه ايدي داخل، هتخرجوا من هنا كده اهو. يا حبيبي ايه ده؟ تعالى. نروح فين يا مدام؟ يا نهار اسود، استنى بس. طلعنا يا حسن، برافو. خرجت بس. تعالى الحمد لله على سلامتي. تعالى يا اخويا، اتمنى خلصت يا حسن. خلصت؟ استنى ما اشوف رجلها. فين؟ وريني. هنا اهو. هنا اهو يا حبيبي، الحمد لله. معلش ادعكها لك. ايوه بالراحه بالراحه بالراحه. الله يعينك. ما انت ايه يا ابن حميد يا انت مش هتخلصنا من الملايين. تعرف يا ابن حميدو، ولو انهم بنات اشقياء انما دمهم خفيف. يلا شد حيلك يا عم علشان نجوزك عزيزه. عزيزه؟ عزيزه مخطوبه للباز. نفتخ الخطبه، انا هكلم لك امها. لا يا ابن حميدو، الجواز دي حاجه مهمه مش لازم الواحد يتسرع فيها، واحنا جايين السويس مش عشان نتجوز، احنا جايين عشان نشتغل. يلا بقى نام، وبكره الصبح هنروح نستلم المركب. مركب ايه؟ النورماندي. انت نسيت؟ تصبح على خير. وانت من اهل النورماندي يتوب. اهلا. يا ممكن أيها الصياديون، يسعدني بصفتي مدام حنفي شيخ الصيادين أن أسلم قيادة الباخرة نورماندي 2 إلى أصحابها الجدد حسن أفندي وابن حميدو أفندي. تعيشوا حميدة سيدة البحار، تعيشوا حميدة سيدة البحار. مش عايزة هتاف خاص، عايزة هتاف عام. يعيش البحر الأحمر المتوسط، يعيش البحر الأحمر المتوسط. والآن أيها الإخوان المجتمعين في هذا الصوان من سالف العصر والأوان، أسلم حسن أفندي القبطان وابن حميد أفندي القرصان المفتاح الذهبي للباخرة العظيمة نورماندي 2. والآن سيري يا نورماندي بسم الله مجراكي ومرساكي. اهلا ست عزيزه. اديني والنبي شمامه وبطيخه. شمامه وبطيخه يبقى صحيح اللي سمعناه. ايه هو ده؟ هو جيران الهنا دول باين عليهم عزاز قوي اللي هتاخدي لهم صنفين، ولو في تفاح كمان كنت خايف. يا ست ربنا يتمم بخير. ام احمد اهلا بالعروسه. والنبي وقتين كوسه وقتين بطاطس ورطلين ملوخيه. الف مبروك يا ست عزيزه. على ايه يا ام احمد يا دي الفضيحه؟ فضيحه ليه يا اختي بعد الشر؟ هم عريسين يتقال عليهم فضيحه؟ دي البلد كلها عارفه. يا ندامه والنبي يا ام احمد لسه كريم يا رب قوي يا ام احمد. صباح الخير يا ست عزيزه. صباح الخير يا فندم. صلاة النبي أحسن. أحسن ألف مرة طبعا يا فندم. إيه؟ أنت من إمتى بتكلميني بالشكل ده؟ أصل مفيش داعي يعني تطلع لي من ورا الحيطان كده زي العفريت. عفريت؟ آه. بقيت عفريت دلوقتي. أنت يا بنت مش كنت بتحبيني قبل ما يجوا العيال دول؟ أنا؟ وحياتك عمري ما حبيتك. خلاص نسيتي كلامك معايا؟ لا ما نسيتوش، بس يعني عشان بتكلم معاك بذوق وبأدب، أبقى على نكتة بايخة قلتها، أبقى بموت في دباديبك. عن إذنك. زوجة. أوعى وجع في بطنك. صلاة النبي أحسن. سفرة دايمة يا ريس حنفي. دوم عندك يا ريس حسن. ريس من غير مركب زي مركب من غير ريس يا ريس. معلش يا ابن حميدو بكره صلحها لكم وخليها بارجه نفاسه. يبارك لنا في انفاسك يا ريس حنفي. يا لهوي يا يما مالك يا حميد؟ انا ما كانش شاي. الامور معصب معايا قوي يا اما. اديله نفس من هنا يطلعه من هنا. يمكن الفوليه واسعه يا حميد. ابدا يا اما ده لسه بخيرها. يا ابن حميد يا حبيبي سلك لها البابور. اسلك ايه يا ست؟ هو انا مراكبي ولا اصلح بابور الجد معمر؟ يا اخي الراجل لازم يعرف في المعلومات اللي عامه. بذمتك يا عم انت دي معلومات عامه ولا معلومات مهببه؟ تعالوا النبي يا ابن حميد عشان خاطري. حاضر ما تكتبهاش. اتفضل. فين البابور؟ هو ده؟ حميد ومداميد أنا عندي إليك مجال ولا فيش غيرك على البال، أنت وبس اللي حبيبي. أنا في عرضك أبوس إيدك. بتبص ليه كده ليه والمجري جوه عليك؟ كل العيون حواليك تاخدها تحرق عليك. والنبي حبيبي يطمك. بحبه يطمك. والنبي أطمك. أحمد أصفر. أحمد. والنبي والنبي والنبي. أنا خايف للبابور اللي جوه يدوس البيت. ما تخافش يا حنفي ده بابور قشاش مش اكس يا حبيبي. كنت حضرتك ايه؟ النبي حميدة أعمل معروف، بلاش فضايح يا حميدة. أنا صفية والنبي حميدة نجح لك المقاصد عيب. والنبي تديني اقتلني يا حميدو يا حرامي، أودي وشي فيلم لأمه وأبويا يا عمي. آه يا حبيبي اعملي معروف يا حميدة، اديني المفتاح أهو، مد إيدك خد المفتاح. يا قاتل يا غادر يا سارق قلوب العذارة. عذارة إيه؟ يا حميدو يا ابني عاد مش كده. يا لهوتي يا ام حميده، خير بس يفتحوا الباب وكل شيء يتدبر. يتدبر؟ هي حصلت يتدبر. يا خرابي يا دهوت السوداني. خلاص انا اغمى عليا، اوعى على السجن احسن نافوخ يقع على الارض يتكسر. الله حميده 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 ايه شايع لها بيت انا بنت حبيبتي عذراء الربيع. بتحيني يما الوحش الكلب الاسد الغادر انسان الغاب طويل الناب. طويل الناب انسان الغاب كلمه ورد غطاها. غطاها مين والنبي يا عم حنفي؟ ده انا مظلوم. مظلوم ازاي وانت متعصي بقى؟ لا يسلم الشرف الرفيع من الاذى حتى يراك على جوانبه الدم. حسن روق دمك يا ريس حنفي، اللي وقع يتصلح. ما يتصلحش ابدا، ده زي عون الكبريت يا حسن افندي. لا يتصلح، يتصلح بالجواز فورا. الجواز فورا، الحقيني بالمأذون ونعمل الفرحين مع بعض، فرح حميدة على ابن حميدو وعزيزة على الباز. عزيزة ابعد عني أرجوك. أنا فاهم سبب زعلك يا عزيزة، أنت ما بتحبيش الباز وكنت مطمنة إنه مش هيتجوزك قبل ما أختك الكبيرة تتجوز، وهي خلاص هتتجوز ودلوقتي هيحكموا عليكي تعيشي طول عمرك مع واحد بتكرهيه، مش كده يا عزيزة؟ عشان ما يبقوش يلوموا البنت اللي بتهرب من أهلها ولا البنت اللي بتموت نفسها. إياكي تفكري في حاجة زي كده. لو جوزوني الباز غصب عني هموت نفسي وتهون عليكي حياتك. أنا حياتي ما بلهاش قيمة. في ناس حياتك عندهم أغلى شيء في الدنيا، والناس دول مستعدين يخلصوني من الباس. لو كان في حد صحيح بيحبني ويتقدم لي انا متاكده ان اهلي هيفضلوه، مش هنساله الجميل ده ابدا. هفضل طول عمري احبه واسهر على راحته واخدمه بعناية. الانسان ده موجود يا حسن. أرجوك تنسى كل الكلام اللي قلته لك دلوقتي. عزيزة من فضلك تخرج. اخرج. مين يا ابن عيني؟ أنا مالي؟ شوف من اللي عملته ده يا طويل الناب أنت. حتى أنت يا بروتك مظلوم والله على ما أقول شيء، والنبي الست دي أنا لم أمسسها بوتيتة. وإيه اللي هيخليك تتجوزها؟ بحبها. طب بتعيط ليه؟ علشان هتجوزها. وهي عزيزة رخرة فوق عمالة هتموت نفسها من الزعل. زعل ليه؟ علشان هتجوز أختها؟ لا علشان هيجوزوها للباز. طب وأنت إيه اللي مزعلك؟ إيه الإنسانية يا أخي. عندك حق، بنت حلوة زي دي مش حرام يرموها في ايدين واحد ما بتحبهوش. طيب ما تشد حيلك وتخلصها وتتجوزها انت. لتاني مرة اقول لك احنا مش جايين هنا نحب ونتجوز، احنا جايين هنا نخلص مأمورية مهمة. صحيح؟ طيب والانسانية دي؟ يلا يا استاذ الساعة بقى الساعة 10. يلا. طيب حاضر. انت مستني كيلو. على الضيوف. مرحبا يا فندم. مبروك يا حسن افندي. الله يبارك فيك. يعني ما سالتنيش مبروك علشان ايه؟ علشان ايه يا اخي؟ ايوه اصلا سمعت خبر انكم رايحين تتجوزوا بنات الريس حنفي. طب وافرض ان احنا هنتجوزهم، انت دخلك ايه؟ اما شيء بارد يا اخي. انا دخلي ايه؟ انا الله، انا شيء بارد انا؟ ايه؟ طب بشرفي انا الجوازه دي ما هتتم ابدا. لا هتتم غصب عنك، وانت اللي هتمسك الشمعه كمان. الشمعه دي تحطها في عينك. ده احنا بار، عيب الكلام ده. وانت كمان بتعرف تتكلم يا اهبل انت. حقك عليا، ما تزعلش، في صحتك. صلاة النبي احسن. ما عنديش رخصة. وانت هو اللي يجي هنا لازم يكون برخصة؟ هتسوق الهبالة عليا انا راخر ولا ايه؟ البطاقة الشخصية ملياش شخصية. يعني ما معكوش اي اوراق انتخلق؟ طب انجر انت هو قدام على الكراكوش. والنبي يا شويس سيبنا الله يخليك، انا يتيم وخاطب عذراء الربيع. هتمشي بالتي هي احسن والا ما ولاش. يلا تسمح لي يا شاويش بس اجيب المنديل؟ يا جدع امشي بقى بلاش نزاع، والنبي ينجح لك المقاصد. الله يخليك اجيب المنديل وامشي. اللهم طول الجروح. معلش والله علشان خاطري يا شاويشنا خليه يجيب المنديل بتاعه، اصلهم اغربهم مش من هنا. انا قلت مش ممكن، يعني مش ممكن، وكلام الميري ده يرد. طب تسمح لي انا اجيب المنديل بتاعه انا؟ لا مش عاوز عشان خاطر وسطك. يلا اتفضل يا سيدي. استنى اسمك ايه؟ اتفضل. شكرا. تعيده يا وسوس. جالة شيسة برضه جالة. حظيه المهاد بالجالة. يا ساتر يا رب، اللهم اجعله خير. يا ترى مين اللي جاي دلوقتي؟ يمكن حسن وابن حميد وشافوا النور جايين يقعدوا معانا شوية. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام يا مزفندي. ازعجتنا. اسكت، انا قلبي دليلي وفيها شيء لله. ده شيء معروف يا بزفندي. انت عارفه الولدين اللي ساكنين عندكم دول؟ حسن وابن حميد. ومال دول؟ طلعوا تجار مخدرات اندال. يا خبر اسود. والله كلام ايه اللي بتقوله ده يا بزفندي؟ ايه اللي حصل؟ وهو البوليس ماسكهم نايمين دلوقتي في السجن. اتابي يا اخويا الفلوس عندهم زي الرز. هات خد هات خد. الحمد لله اللي ربنا نجانا منهم. وانت يا ام حميده كان كل عشمك تجوزيهم للبنات. ابدا والنبي يا اخويا، انا عملت الترتيب على حميده بس، كان جوازها بابن حميدو وجوازها عزيزه الخميس الجاي. وقبل حميدو يتجوز حميده؟ قبل يا كبدي وما هيطير من الفرحه. وقلنا عودتك اتفكت يا بزفندي. يعني لو ما كانش اتقبض عليهم كنت اتجوزت عزيزه انا؟ اه، والخميس القادم يا وش الساعه. طب والعمل ايه دلوقتي؟ هي فيها عمل؟ استنى بقى 3 4 سنين لما نشوف عريس لحميده. هي دي حاجه سهله يا حبيبي؟ ما تروحوا البوليس يحرسوا وتشوف لهم حل. اروح فين يا وليه؟ تجار مخدرات، اروح اتوسط لهم؟ معلش، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. صباح رباح يا معلم حنفي. اما ابقى اشوف طريقه انا. تصبحوا على خير. خير؟ خير منين؟ إيه؟ انا من ساعه ما حبستني في خانه اليك وانا قلت كده دي مش هتنتهي على خير ابدا. جت الحزينه تفرح ما لقيت لها مطرح. حسن وحميدو، حسن وحميدو مالهم؟ ماتوا؟ يا ريت يا بنتي، اسخم اتجوزوا. يا ريت يا بنتي، اسخم واسخم، مصلحه الضرايب حدثت عليهم. اسخم واسخم واسخم. امال ايه بس، في اكثر من المصايب اللي قلناها. قبضوا على خطيبك يا عروسه ابن حميدو. ابن حميدو تاجر الحشيش. يا ما تفوتنيش ياما، تفنيني في تربه وحنطيني. يا عيني عليكي وعلى بختك يا اختي، يلي مفيش جوازه ليكي بتتم للاخر ابدا. عين مين وصابت فيا ياما؟ اسرتي جت وحشه كده ليه يا اخواتي؟ برضه جاله. انت وقعت ولا الهوا اللي رماك؟ والله يا ابني ما انا شايف ابنك. مرحب مرحب، حصلت البركه. الله يبارك فيك. ازيك؟ الله يسلمك، وحشني موت موت موت. ان شاء الله ما تشوفش وحش. ما شوفش وحش، ما انا شفتك اهو. المخدرات اللي في المنديل دي بتتاجر فيها ولا بتستعطاها؟ معلش نبات، حقك عليا، سامحني بقى. انت عارف عقوبتها كام دي يا حلو؟ كام؟ 25 سنة يا جميل، ربع قرن يا رفضي. وانت يا وجه الفوت، انت شريكه ولا هتدعي الانكار؟ يا شاويش القضية دي جناية ولازم تعرضها على المأمور في الحال. مأمور؟ هو المأمور فاضي عشانك انت يا هلفوت يا ابن الهلفوتي؟ امال ايه رأيك ايه؟ رأيي انكم تشربوا في السجن لحد صباحا لما يجي حضرة المأمور. جرهم يا عسكري على السجن. يلا قدامي. وتوصى بأخينا ده عشان معرفة قديمة. حاضر. ايوه من ايام الجيش. قولوا. والله وجعت يا ولد. خش. وانت كمان. السلام عليكم يا رجاله. السلام. مساء الخير. تسمع خير. انا عايز اعرف ايه اللي جاب لك حته الحشيش دي؟ والله علم علمك، لكن انا دلوقتي صدقت المثل اللي بيقول ياما في الحبس مظاليم. والبنات هيقولوا علينا ايه دلوقتي؟ يقولوا علينا ايه؟ حشاشين. حسن حسن يا عزيزة. عزيزة ايه؟ الله، ايه اللي جابك؟ ابن حميدو تعال، هات ايدك. ايدي؟ ايدك كده كده كده. ما تكلمات. شيل ابن حميدو. عزيزة. ايوه عزيزة اللي ربنا نجاها منك يا حشاش. انت حشاش؟ مين قال لك الكلام ده؟ الباز افندي قال لنا على كل حاجة. الباز افندي؟ ايه مش عاجبك؟ على الاقل راجل شريف مش زيك حشاش. فاكر لما دخلت ورايا الاوضة وقعدت تكلمني؟ تمنيت ساعتها انك تجوزني بدل الباقي. كنت مغشوشه فيك وفاكره نفسي ان انا بحبك. وبعد ما خرجت قعدت اعيط لوحدي في الاوضه زي المجنونه. انما دلوقتي انا بقيت اسعد انسان في الدنيا، لاني سمعتك بتقولي بلسانك انك بتحبيني. كنت ودلوقتي بس حسيت بالسجن والقضبان دول، لان لولاهم كنت بوست شفايفك الحلوين اللي سمعت منهم اجمل كلام في حياتي. وأنا بتوطي علشان أشوف ابن حميدو أنا كمان. الله، إيه؟ مفيش فايدة يعني مش هشوفك؟ ابن حميدو. أيوة حميدة، ما تنزل بقى يا سروميو. يا نهار أسود، أنت إيه واكل زلط؟ إيدك بقى هتدور عليك أنت يا عم، اعملها لي كده. أخينا. هتغيب كتير يا ابن حميدو. والله إذا كان حظي كويس هغيب 15 سنة بس. ما تقلقيش يا حميدة، إذا غبت ما تخافيش، جايلك. ما تعرفش تهرب يا ابن حميدة؟ أهرب؟ يا نهار أسود، عيب يا حميدة، ده أنا راجل مواطن شريف، وشرفك عندي، أنا مواطن شريف. الوداع يا مواطن، جود باي يا شريف. باي. مع السلامة حميدة. اللي بيخبط ايه؟ صباحية مباركة يا ابن العبيطة. الله يبارك فيك، عقبال عندك يا شاويش. عقبال عندي يا اخي، اخرس، ده قطع لسانك قليل الادب. فوت قدامي يا مجرم انت وهو، فوت فوت، اطلع. اطلع اطلع. احنا رايحين على فين يا شاويش؟ رايحين فين؟ رايحين لحضرة المأمور، ثم إلى النيابة، ثم إلى المحكمة، ثم إلى السجن 25 سنة. إذا كانت أخلاقك كويسة يبقوا 20 بس، أما إذا كانت أخلاقك زي صاحبنا ده يمكن يعدموه. واقف ليه يا حيوان؟ مستني بقية ثم. امشي قدامي. ادخل. المتهمين في قضية المخدرات يا فندم. لو سمحت يا فندم، في حاجة مهمة لازم أقولها. اتفضل. أيوه بس الشاويش يطلع بره. يطلع بره ليه؟ قول اللي أنت عايزه. اتفضل. اتفضل استريح حضرة الضابط. متشكر. اقعدي حضرة الصوت. صابت قهوة ما شويش عطية. حاضر يا فندم. تجيب القهوة بنفسك ومش عايز حد يدخل هنا. حاضر يا فندم. ازاي الكلام ده؟ ملازم أول حسن محمود وصول حميد والسيد، ازاي تفضلوا ساكتين لغاية ما تباتوا في السجن؟ أصل احنا في مأمورية سرية وما كناش عايزين حد يعرف غير سيادتك، وعلى العموم حبسنا ده هيساعدنا في مأمورية. عندك حق، أنا حلتت بالحكاية كأن البوليس ما خدش باله من حكاية الحشيش، وإن حجزكم كان لعدم وجود أوراق شخصية، ونفرج عنكم بالضمان الشخصي. كويس، متشكر يا فندم. بس ممكن الباز السمسار هو اللي يضمننا؟ اشمعنى الباز يعني؟ لأنه كان عارف إنه معانا حشيش، فلو حضر الإجراءات مش هيشك أبدا في طريقة الإفراج عننا. لا معلش، هنشربها عندك يا شاويش. طيب عمرك يا فندم، عمرك يا فندم. وابعت انده الباز السمسار يضمن عليهم ويفرج عنهم. حاضر حاضر. شاويش عطيه. نعم. الكلام اللي سمعته هنا مش عايز حد يعرفه ابدا. حاضر. حتى ولا الضباط. حاضر. مفهوم؟ حاضر يا شاويش. خير خير. سيبها وروح ناخد النتورة. حاضر حاضر. متشكرين خالص يا حضرة المأمور. مع السلامة، وأي مساعدة تطلبوها اتصلوا بيا على طول، ربنا يوفقكم. متشكرين. ابعت الفراش ينظف الدواء دي. حاضر. سامح المرة دي يا حضرة السود، اللي ما يعرفك يجيها لك. معلش يا باشا. سامحني، ده أنا مبسوط منك لأنك قمت بالواجب بتاعك وزيادة كمان. بتضحك يا ابن العبيطة. العفو العفو. عفو؟ عفو من يا رفضي يا ابن الرفضي. بس يا حميدو خلينا نخلص شغلنا. الله يخليك يا حضرة الظابط. اتفضل يا حضرة الظابط، اتفضل يا حضرة السور، اتفضلوا. لا 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 لا، خلينا زي ما احنا، احنا اتنين متشردين بتعمل لهم محضر تحري، اوعى تغير معاملتك لينا والا يبوظ الشغل كله. حاضر يا فندم، حاضر. بلاش يا فندم دي. حاضر يا فندم. طبعا ما بلاش يا فندم دي. اسمع يا شاويش عطيه. نعم. الباز افندي جاي هنا دلوقتي. ايوه. تمشي في اجراءاتك قدامه بالظبط كاننا اتنين متشردين واقفين قدامك. حاضر يا فندم. الله يا شاويش انت ما بتفهمش. بلاش يا فندم. طيب يا مجرم. برافو، اهو ده الشغل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صباح الخير يا شاويشنا. صباح الخير يا باز افندي. ايه خير في ايه؟ الولدين المتشردين دول قبضنا عليهم وما لقيناش معاهم بطاقات شخصيه، وعاوزين حضرتك تضمن عليهم. بطاقات شخصيه بس؟ اه، امال كنت فاكر ايه؟ لا 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 ابدا ولا حاجه. يا سلام، ده انا اضمنكم بعينيا الاثنين. انت تعرف الاوباش دول منين يا باز افندي؟ والله دول فيهم واحد عديلي انا. مش كده يا ابن حميدو؟ انا ليا الشرف يا باز افندي. بتضحك قدامي يا رفضي. الله الله الله. انت عدوك كويس ولا استعمل لك الجزمه الميري يا متشرد يا ابن المتشرد؟ يا سيدي كتر خيرك، متشكرين. تسمح لنا نروح بقى؟ نروح ليه؟ في بيت ابوك اظن. ده انت لسه قدامكم اجراءات وفيش وتشبيه ونيله سودا على دماغك ودماغ اللي خلفتك. طبعا اذنكم بقى لغايه ما تكملوا اجراءات القانونيه بتاعتكم، انا هروح البيت ابشر الجماعه واجيب المأذون انا. أنا رفضي، أنا مش هسيبك إلا لما أشرب من دمك. وبعدين معاك يا ابن حميدو، إحنا جايين هنا نهزر ولا إيه؟ الله يخليك يا حضرة الظابط، أنا متأسف اللي حصل والله. بالعكس، أنت كان لازم تعمل كده قدام الباز وأي واحد يخش علينا هنا. متشكر يا حضرة الظابط، بس ما أحبش حضرة الصول يكون زعلان مني، أنا غلطان يا حضرة الصول، أنا متأسف. اعمل معروسك، انا هخرب بيتك وبيت اللي خلفوك. تعرف لو اشوف خلقتك قدامي تاني مره هشلططها لك اكتر ما هي متشلططه. انت لسه واقف قدامي يا صنم يا ابن الصنم يا بجن يا ابن البجن. امشي طبعا، امشي. امال هو انا ليا بركه غير الست حميده؟ الهي يسعدك يا جوز اختي. ما كانش حد يعرف يخلصهم ابدا غيري انا. امال كلك شهامه يا باز افندي. وعلشان خاطر عزيزه كمان تكون مبسوطه، ذنبها ايه؟ هو يعني عشان خاطر خطيب اختها كان هيخش السجن ومن المسكينه تنحرم مني انا؟ حبيبي العمر، قصة حبي انت حبيبي، ارحم دموعي يا ولية. حرام عليك، ده انا لسه خارج من كاس العذاب. سلامتك يا قمر. احنا متشكرين خالص يا باز افندي. العفو يا اخي، العفو العفو العفو. انا عملت كده بس علشان خاطر الزوزو خطيبتي. ربنا يتمم بخير يا باز افندي. هيتمم، بس من هنا ورايح بقى لازم تمشوا بعقل. ردوا يا اخي، المرة الجاية انا مش موجود، يبقى مين رايح يخلصكم؟ لا عندك حق، مفهوم. الغرض هندلنا على سلامتكم. وقدر ولطف يا سي حسن. انا من بكره الصبح هنتشل النورماندي. تو لكن هتعرف تطلعها يا ريس حنفي؟ حتما لازم اطلعها دي، لو حكمت هجيب لها جنرال هويلا. ولا يكون عندك فكر ولا لكم عليا. من يوم الخميس هتلاقوا المأذون جاهز ويخش سيدنا على ستنا وستنا على سيدنا. الله عزيزه وزه. صباح الخير. اهلا ست لتانيا. مرحبا ست الحسن واللتافه. اهلا يا ريس حنفي. الله، مش انتوا اللي مسكوا البوليس امبارح؟ ايوه، اصل ما كانش معانا بطاقه شخصيه. ازاي؟ دول قالوا عليكم تجار مخدرات. مخدرات؟ يقول الجدع اللي يثبت. تعجب. ها يا ريس حنفي، انا في الخدمه يا جميل. الجماعه جايين بكره بدري. انت ما قلتلوش يا باشا؟ والله كنت لسه هقول له، انما بقى يظهر الفرحه نستني. الصبح حضر نفسك بدري، هفوت عليك اخدك. من نجمه جاهز تحت امرك. تروح فين يا ريس حنفي؟ انت نسيت النورماندي ولا ايه؟ اي والله صحيح، بس مش معقوله اسيب الناس دول وانا بطلع منهم بقرشين كويسين. ناس مين دول يا ريس حنفي؟ جماعه من مصر اصحاب الست لاتانيا، بييجوا يصطادوا على الساحل. طب هما محتاجينك في ايه؟ ما يسلمش الامر، انا اقول لهم شويه ميه شويه تلج، وكمان عشان احرسهم لان الحته دي مقطوعه. عاد طيب ما تقعد انت والريس ويلر تطلعوا لنا النورماندي، واروح انا وحميدو بدالك نخدمهم. موافقه يا ست لاتانيا، انا اضمنهم برقبتي. مفيش مانع، واحنا تحت امرك من الصبح بدري. على خيرة الله. ما تنساش ميعادنا يا بازافندي. لا انسى ازاي، وده معقول؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. طيب حشيش؟ الحشيش قال احنا بتوع حشيش. احنا يا اخويا حشيش بس والله بنت التفتة. تطلع ايه دي يا بازافندي؟ ولا اعرفه. تكونش شوكولاته؟ صلاة النبي احسن. احسن. قرايبك الناس اللي جايين دول؟ انت مالك يا اخي؟ لا يعني بسأل، فيهم ستات حلوين زيك كده؟ وافرض ان فيهم حلوين، انت جاي تخطب ولا تخدم؟ محسوب. انت غلباوي قوي يعني. افندم. اهلا ابن حميدو. ازيك يا سي حسن؟ ايه بتوقفنا علشان ايه؟ عاوز تفتشنا ولا ايه؟ لا 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 يا ابن حميدو، ما كنتش اعرف انكم فيها. لا والله فتشني. فتش يا سيدي معلش، حقك عليا، مش قصدي، ده انتوا ناس على راسنا. لا والله فتشني. فتش. اتفضلي يا مدام اطلعي. معلش يا ابن حميدو، الراجل ما كانش واخد باله ان احنا اللي راكبين. اهو ده اللي كان ناقص، تجيش تفتشنا احسن. ما قلنا معلش بقى يا ابن حميدو. والله شيء يجنن. لا لا لا، تعالى هنا جنبي، تعالى يا سيدي. انا مع السلامه يا ابن حميدو، اهو ده اللي كان ناقص، تجيش تفتشني. لا والله تعالى فتشني. عيب يا مدام، ده احنا بقالنا 12 سنة رايحين جايين في السكة دي. احنا بنتبهدل تفتيش لما نيجي نعدي لوحدنا. الناس مهمات. حصلت البركة. عارف. اهو ده اللي كان ناقص، كنت تعالى فتشنا احسن. ايه؟ عند الشجر اللي هناك. اهم جم. الله، انتوا اتاخرتوا كده ليه؟ يا ست كل نقطة يفتشونا ربع ساعة. ها؟ مساكين. ليه؟ انتوا ما تفتشتوش؟ بشر. بصي، شايفة دول؟ يا ابن حميدو، حسن. الله، فين حنفي امال؟ كان مشغول النهارده وبعت الجماعه دول بدال. ودول اللي ما بيتفتشوش؟ ابدا، يعني هيخدمونا من كل ناحيه. تبقى عال قوي. نزلوا الحاجات من العربيه والخيمه الكبيره علشان تنصبوها. ايه رايك في لاتانيا دي يا ابن حميدو؟ شجرة موز يا ابني، دي كبيرة قوي، دي طارت الخيط، خد بالك منها كويس هتوصلنا لكل حاجة. يا رب. ابن حميدو، ابن حميدو. اهو. اهلا وسهلا. لو كنت لقيتك بتستحمى مع البنات كان يبقى انهارك هباب. هو ده معقول؟ هو انا ليا بركه غير حميده؟ اقعدي. ايه اللي جابك يا عزيزه؟ بشم الهوا. ليه؟ مفيش هوا عندكم؟ اصل الهوا هنا رايق. يعني الهوا اللي رماكي؟ فشر ده بعدك. يا ابن حميدو حضروا النار عشان نشوي السمك حالا. راحتني عظيمة. ماشي، خلي سي حسن ينبسط مع ست لكانية بتاعته دي. ايه؟ طب هو رايح وراها يعمل ايه؟ يراقبها، قصدي ياخد باله منها، حد يفطس يغطس، احنا مش صنعتنا نراقبهم، يلا بينا. الله، امال فين عزيزة؟ زعلان عشان انت رحت ورا لا تاني. اما مجنونة صحيح، وراحت فين؟ ورا لا تالتة. انت مشيتي ليه؟ حبيت اخليلك الجو مع الخواجايه بتاعتك دي. يا عبيطه، ده انت دفرك برقبتها. امال سبت دفري وجريت ورا رقبتها ليه؟ صدقيني مفيش غير واحده بس في كل الدنيا اللي هيمت نظري، ومع انها غضبانه وزعلانه لكن انا متاكد انها بتحبني زي ما انا بحبها. عزيزه اوعى سيبني. عزيزه انا بحبك يا عزيزه. سيبني بقول لك. الله بحبك. ايه اللي انت عملته؟ مش عارفه ايه اللي عملته. عملت كده. انا بحبك يا حسن من اول يوم، وكنت بتخانق معاك من غيظي لاني عارفه ان انا هكون لواحد غيرك، واحد ما بحبوش وعمري ما هحبه، هعيش معاه طول حياتي متعذبه. وانت في يوم من الايام هتلاقي واحده تحبها وتعيشوا مع بعض متهنيين. واكد لك اني عمري ما حبيت ولا هحب غيرك يا عزيزه. كان لازم افرح قوي وانا بسمع الكلام ده منك، لكن ايه الفايده وانا هتجوز بعد يومين. يومين ممكن يحصل فيهم حاجات كتير قوي. زي ايه؟ عزيزه انا ما اقدرش اوعدك بحاجه دلوقتي، كل اللي اقدر اقوله لك اني اكون اسعد راجل في الدنيا لو اتجوزتك. تتجوزني بكره؟ يا ريت يا ريت كنت اقدر. يعني بتحبني وعايز غيرك يتجوزني؟ عزيزه لو بتحبيني وبتحبي لي الخير اصبري عليا، هتعذريني لما تعرفي ظروفي. انا اللي اعرفه حاجه واحده بس، اني هتجوز يوم الخميس. الله عزيز، اهلا يا حميده، ايه اللي جابكم؟ نزوركم. اهلا وسهلا. خد يا حسن اشوي دي على بال ما اقلع. انت هتقلع اكتر من كده؟ ايوه علشان البس. يو يلا بينا حميد. الله احنا لسه قعدنا؟ انت كنت عايز تقعدي قعدي انت. يوه استني يا عزيزه. الوداع يا ميدو. الوداع مع السلامه يا حميد. انا ما لا الوداع حاجتي. ما هو رايحه فين يا ست؟ هتمشى شويه. اجونسك؟ لا خليك مستريح. خليك انت هنا ما تتنقلش. رايح فين؟ رايح وراها. ايوه وصلت. وصلت 48 انبوبه كاف و84 انبوبه ها. والثمن؟ سوليف هيدا حصمة انجفلات 5000 جنيه. وامتى هنستلم البضاعة؟ تعذيب اسمها تعبارة صباحي ريزا نبر الساعة 4 يوم الخميس في بطن الزير. تطلع فين بطن الزير دي؟ مالكش دعوة، أنا عارفة قصده إيه. فيلا تانية جاية ورايا، سبقتها عن طريق تاني. البت مريض شافتك وانت ماشي وراها. ايه؟ اهي اهي رجعت. يلا بينا نتدارى في حتة. بالعكس لازم نخليها تشوفنا. مين اللي ماشي هناك؟ انا لا تانية. انتوا لسه ما نمتوش؟ ننام ازاي واحنا جايين نحرسكم ولا ننام؟ برافو عليك، تصبح على خير. وانت من اهل الخير. هتعمل ايه دلوقتي؟ تعرف حته اسمها بطن الزير؟ انا يا اخويا لا بعرف بطن الزير ولا الحماله، والباس كمان ما اعرفهاش. ده لازم سين بينهم وبين بعض. انا هوصل السويس ابلغ رياسه وارجع حالا. انا مش تفهمني حصل ايه ولا هتسيبني زي الطور كده؟ لما ارجع بفهمك كل حاجه. امال ازاي لما رجعت تلاقيه موجود؟ ما اعرفش، انا شفته ماشي وراك. مش معقول، والا كان وصل بعد تلاقيه كان رايح حته ثانيه. على العموم لازم نتأكد ونعرف مش وراك لغاية فين. ما لو كانوا بوليس هنروح كلنا في داهية. انتوا شكاكين زيادة عن اللزوم. في شغلة زي اللي بنشتغلها الواحد لازم يشك في اخوه. ما تطلع الجيش تنضهم. ما انا لسه داخلة قدامهم. لو خرجت تاني وقعدت اسألهم وجيش تنضهم هتبقى مكشوفة قوي. الصبح له عينين، واذا كان هما بوليس يستنوا علينا للصبح يعني هيعملوا ايه؟ هيقبضوا علينا. ويقبضوا علينا ليه؟ بضاعة ما عندناش. احنا ناس اشراف جايين نتفسح زينا زي غيرنا. مش يمكن سمعك وانت بتتفق مع صاحبنا على استلام البضاعه يوم الخميس؟ وافرض محدش يعرف بطن الزير دي فين غيرنا احنا. برضه الاحتياط واجب. بكره الصبح انت ومريز تشتغلوا عليهم وتشوفوا لنا حكايتهم ايه. بتناموا بالنهار. هنعمل ايه؟ مش لازم نحرسكم ونخلي بالنا منكم؟ شغلنا كده. حقق تمام زي البوليس. بوليس؟ ايه مالك؟ بتعمل كده ليه؟ اصل ابن حميدو ما يقدرش يسمع كلمة البوليس دي ابدا. ليه يا ابن حميدو؟ اصل احنا بصراحة تجار مخدرات. يا خبر اسود، تجار مخدرات؟ ايوه، اكبر 2 مهربين في السويس احنا. يا ولاد الايه؟ ولا باين عليكم. ما هي دي الحدائق. اعملوا معروف، انا بخاف من الحاجات دي قوي. اوعوا تعملوا حاجه لحسن ابلغ عنكم البوليس. بوليس؟ ما قلنا بلاش سيره البوليس دي. معلش يا ابن حميد. ايوه سيبونا من السيره دي. قومي بيا ننزل البحر. احسن فكره. وانتوا تنزلوا معانا. ايوه بس انا ما اعرفش اعوم. اعلمك. وما عندناش مايوهات. نجيب لكم. تجار مخدرات، الله يخرب بيتك. امال عايزني اقول لهم ايه يعني؟ بنشتغل في الفونتانه؟ والله انا خايف يكونوا شكوا فينا. امال انا قلت لهم احنا ليه مهربين؟ علشان لو كانوا شافوك لما رحت ورا لتانية امبارح اشيل عنهم فكرة البوليس دي خالص. خدوا البسوا بسرعة. انا مش مستريح ابدا للجماعة دول. مفيش ابدا مهرب يقول على نفسه مهرب لناس ما يعرفهمش. كمان ابتديت اتوحش. دول مش شكل صيادين ابدا. دلوقتي نتأكد من كل حاجة، بس خليهم معاكم في البحر على قد ما تقدروا. يلا شوفوا شغلكم. ابن حميدو. غلطت، جبت لك المايو بتاعي. ها ظابط مباحث وصول مباحث، الله يرحمه قبل ما يرحمنا نخلص عليهم. بلاش كلام فارغ، البوليس ضروري عارف انهم معانا هنا، ومش بعيد يكون في حد غيرهم بيراقبنا. لو قتلناهم هيعلقونا كلنا في المشنقه. امال هنعمل ايه؟ نهرب وننفي بجلدنا. نهرب ازاي؟ احنا دافعين 5000 جنيه امبارح والبضاعه مش هنستلمها الا بكره. نضيع شقه العمر كله بشربة ميه ونرجع للفقر من تاني؟ هم النسانه ما يقفشونا وناخد 25 سنه؟ هم مش ممكن يقبضوا علينا الا بعد ما نستلم البضاعه. هيقبضوا علينا من غيرها ليه؟ يتهمونا بايه؟ اسمع، رجعها مطرحها زي ما كانت تمام، وانت افضل هنا راقب له الطريق، وانا هدخل عليهم بطريقه تانيه. استنيني في الخيمه انت وماريز. ماريز تعالي. ايه مالك؟ سلامتك. اصله ما بيعرفش يعوم وشرب ميه كتير من البحر. طب تعالى استريح، انا حتى عاوز اتكلم معاكم في حكايه. خير؟ تعالوا استريحوا الاول. اهلا وسهلا حمام العافيه. الله يعافيك يا خوفيا. بقى صلوا بينا على النبي. اللهم صل عليه. وهلا هلا على الجد. والجد هلا هلا عليه. لا تانية قالت لي انكم بتوع حشيش. ونعم الاخلاق الكريمه. وانا كمان بتاع حشيش. ونعم السجايا القويمه. والايد لوحدها ما تسقفش. قفش. ويا بخت من نفع واستنفع. انفع. بس احب اتاكد الاول. اكد. تعرف في اصناف الحشيش؟ ايه اللي ما اعرفش كويسه دي؟ طب ايه اخر اصناف نزلت السوق؟ اقول لك يا سيدي، في صنف اسمه موعد مع السعاده، لكن ايه؟ ملبن، حاجه على كيفك قوي. وفي صنف تاني ممشيش عندنا، سوق واقف خالص. اسمه ايه؟ جمعيه المنتفعين. حلو قوي. لا ابن كار صحيح. ده تانية كانت قالت لي ان نقط الحدود عارفينكم ومش بيفتشوكم، وانا عندي شويه كوكايين عاوزكم توصلوهم لغايه مصر. تاخدوا مني كام؟ احنا مش بتوع فلوس، احنا ناخد 10%. لا 10% كتير، احنا هنفصل مش عاوزين. ما يبقاش طبعك حامي كده. خلاص 10%. البضاعه هتكون جاهزه يوم الخميس الساعه 4 بعد الظهر. وهتسلموها لنا فين؟ لا يا حدق، واحده واحده، كل شيء هتعرفه في اوانه. اما اروح انا اوضب شغلي. شايف حدائق محسوبك؟ اهم طبوا يا عم زي الجرادل. انا كان لازم يرقوني لواء لواء. يلا بقى يابا، الساعة بقت 11. طيب يا بنت اما اشرب فنجان القهوة. يسيب الشغل اللي في ايده وتجيبه معاه. اهو فيا حسن عندهم، ولا عايز اجوز غيابي؟ حاضر. وما تنساش تجيب الشربات، فاهم؟ حاضر. وابن حميدو قبل الشربات، فاهم؟ حاضر. انت مش قلت انك هتسلم لنا البضاعه الساعه 4؟ ايوه. طب دلوقتي الساعه 11، البضاعه وصلتنا بدري، ايه اللي يخلينا نستنى للساعه 4؟ الشغلانه دي تحب السرعه. انا هروح معاهم وقبل المغرب هكون رجعت بالفلوس. بدلك. يلا بينا يلا بينا يا فندم. مع السلامه. يلا حسن اطلع يا ابن حميد. والله انا على الله. تخبي لك الصندوق بحاجه احسن. تخبي مين يا عم؟ احنا شغلنا على المكشوف. اطلع اطلع، خليه على الله. الصندوق ده فيه ايه؟ سمك. ايه؟ عاوز تفتشه كمان؟ اتفضل فتش. والله عال ما تفتشني احسن. أمال كنت عاوز يبقى فيها إيه؟ كمون علشان السمك المقلي. في مانع؟ أقدر أطلع أشاويش؟ اتفضل. تشاو. إيه يا حسن؟ طلع استنتاجك مظبوط؟ أيوه يا فندم، من ساعة ما لقيت الجواب متطبق عرفت إنهم فتشوا هدومنا وإحنا بنعوم، وعرفوا إننا بوليس. وحكاية النهارده برضه زي ما بلغتنا إن قصدهم يبعدوكم عن عملية التهريب الأصلية؟ مفيش تفسير غير كده يا فندم، وأنا متأكد إن بقية العصابة بيستعدوا دلوقتي لاستلام البضاعة وتهريبها. أنا معتمد على الله عليكم يا حسن. إنما المهم لحد دلوقتي لسه ما عرفناش بطن الزير دي تبقى فين. على العموم هتلاقي القوة في انتظارك في المكان اللي اتفقنا عليه. مع السلامة. اهلا وسهلا، اتفضل يا استاذ. زغرات يا بنات المعزوم ده، اي زغرت ازاي يا امه؟ الحقني المعزوم من غير العريس، لا ابن حميدو رجع ولا ابويا جه. الف مبروك يا عريسنا. الله يبارك فيك يا استاذ، والله انا لو كنت بعرف ازغرك كنت زغرت لك انا. دول هدوا المعسكر، انا كنت متاكد. وفكرك راحوا فين؟ الخيام مهدوده، ولا في اثر لا الحسن ولا ابن حميدو ولا اي انسان قد يقوم. يخرب بيتي، راحوا فين؟ يكونوش الخواجات اتلموا عليكم؟ ما تخلصونا احنا بقى. ده ايه ده؟ يخلصوكم يعني ايه؟ يعني اروح ضحيه انا مفيش جواز؟ ايه النحس اللي راكبني ده يا اخواتي؟ فكوا عقدتي يا رب. حظك كده يا حميده، هنعمل ايه المعدم اللي جايين بالليل؟ نكتب كتاب على الحساب وخلاص. مش ممكن بناتي يخشوا الا مع بعض. انا قلت كلمه وكلمتي ما تنزلش الارض ابدا. حنفي مفيش حنفي. أنا قلت نكتب كتاب عزيزة، يعني نكتب كتاب عزيزة. حنفي خلاص تنزل المرة دي، إنما اعمل حسابك المرة الجاية مش ممكن تنزل أبدا. الساعة 4 ميعاد استلام البضاعة ومحدش منهم جه. وإيه الفايدة؟ عارفين الساعة ومش عارفين الحتة اللي هيسلموا فيها البضاعة. بس لو نعرف إيه قصدهم من بطن الزير. ما تفكر معايا يا ابن حميدو. أنا أعرف بس أدي زير وأدي غطاء. مش كنا قبل عبضنا على الباز وعرفنا منه كل حاجة؟ الباز ما يعرفش، ده سألة تانية قدامي ما رديتش تقول له. اما انا بغفل. صحيح بطن الزير يبقى فيها ايه؟ صحيح بطن الزير يبقى فيها ايه؟ يبقى فيها ميه طبعا. وافرض فيها ميه؟ يبقى احنا غلطانين انه بندور في الجبل، لازم ندور في البحر. ابدا، ميه الزير ميه حلوه والبحر ميته مالحه. شوف لك بطن تانيه. انا متاكد ان فكرتي صح. الجماعه دول كانوا جايبين معاهم ادوات صيد وغطس، لازم بيستعملوها عشان يجيبوا البضاعه من تحت البحر. معاك. يبقى برضه ما عرفناش فين بطن الزير. لازم تكون قريبه من هنا. ايه اللي يخليهم دايما يعسكروا في الحته دي؟ عشان يكونوا جنب شغلهم. وريني. اهو يا حميدو. بطن زير يا حميدو، يلا بينا. ايوه مش نبلغ القوه الاول؟ مفيش وقت، قبل ما نبلغ القوه يكونوا مشوا. كتر خيرك يا رب. يرد. كنت راجل. فين الولاد بتوعنا؟ مش عارفه، لازم حسن هو كمان هنا. حسن؟ تالت رصاصه، اربعه، فاضل لك رصاصتين ومسدسك يفضل. دلوقتي وانا عندي فرح تاني عن اذنكم. لا في عرضك يا شيخ، ما تقوسني بقى 5 دقايق 5 بس اهون عليك يخلصك. ما تصدقهاش يا عم احمد، روح انت مش هنتجوز. انا برضو بقول مش ممكن بناتي يخشوا الا مع بعض. يعني ايه؟ عايز تمشي كلامك علينا؟ اكتب كتاب عزيز يا شيخ احمد. بسم الله الرحمن الرحيم. حميده عزيزه، يا صلاة النبي احسن. ميدو زوجي هو ده. اتفضل معايا. مين انا؟ يا ستي مودي راجل على فين؟ على السجن. تسمح لي يا ريس حنفي اطلب منك ايد عزيزه؟ يلا يا عم شيخ احمد اكتب كتاب حميده على حميدو وعزيزه على حسن. ازاي حسن هيكتب كتابه على عزيزه من غير ما يقرا فتحتها؟ انا قلت اكتب كتاب لاثنين، يعني اكتب كتاب لاثنين. وانا قلت يا حميده وبس، يا مفيش جواز. يا وليه اسمعي الكلام، انا راجل وعمر كلمتي ما تنزل الارض ابدا. حنفي مفيش حنفي.